مرحبا بكم متابعينا الأوفياء. حديثنا اليوم: لماذا أشعر بكل أعراض الحمل ومع ذلك تنزل الدورة الشهرية؟ إن الأعراض التي تعاني منها المرأة عند تأخر الدورة تشبه أعراض الحمل، لكن تشخيص الحمل يتم بناء على الأعراض فقط، فعند تأخرها من يومين لثلاثة أيام ثم تنزل، هنا يجب التأكد من أنها دورة شهرية فقط وليست نزيف بسبب آخر، بمعنى يجب التأكد من أنه لم يحدث حمل. لذلك يجب أولاً وكخطوة هامة عمل تحليل الدم، ويفضل أن يكون في الدم، فإن كان سلبياً فهذا يؤكد بأنها دورة ولكن حدث فيها تأخير، ويكون لسبب ما يحدث عند المرأة في فترة التبويض. وفي هذه الفترة ترتفع بعض الهرمونات بشكل مؤقت، خاصة إن حدثت إباضة متعددة، فنزول الدورة الشهرية أقوى العلامات التي تنفي حدوث الحمل. يجدر بالذكر أن دم الدورة الشهرية يجب أن يكون طبيعي وبغزارة طبيعية، لأن النزيف الخفيف للدورة أو قصر عدد أيامها قد يدل على أن هذا النزيف ليس دورة شهرية، وإنما النزيف متعلق بالحمل. فقد تلاحظ بعض النساء نزول كمية بسيطة من الدم في موعد الدورة الشهرية تقريباً، وقد يصادف حدوث هذا النزيف موعد بدء الدورة الشهرية المتوقع. أما إذا كنت قد شعرت بأعراض الحمل ثم نزلت الدورة مع تشنج وألم شديد في أسفل البطن، ومن ثم خروج إفرازات مع نزيف سواء كان قطرات قليلة من الدم أو بشكل غزير، مع اختفاء بعض الأعراض المصاحبة منها الشعور بالغثيان أو الألم في الثدي، وكذلك الشعور بالإرهاق والتعب والضعف، فهذا يدل على سقوط الحمل في الأيام الأولى وليس بدورة شهرية.